الآب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجد بارك يا سيد تبارك الله إلهنا كل حين الان وكل اوان والى دهر الداهرين يدك التي لمست أيها
من نبوة أشعياء النبي. صوت الرب على المياه يهتف قائلا ألم وصرخ قائلا
كيف يضع العبد يده على السرير فقد يسني والمياه أيها المخلص رفيع فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: افرحي أيتها البرية العطشة، وليبتهج القفر وليزهر كالزنبق، فتزهر برار الأردن وتفرح بغابها وتبتهج، فها إنها أوتيت مجد لبنان وشرف الكرمل، وشعبي ينظر مجد الرب وسمو الله. فتشددي أيتها الأيدي المسترخية والركب المخلعة، وقولوا لمتضجري القلوب: تقووا ولا تخافوا، فها إن إلهنا يجازي بالحكم وسيجازي، إنه يأتي ويخلصنا. حينئذ تنفتح عيون العمي وآذان الصم تسمع، حينئذ يطفر الأعرج كالأيل ويكون لسان الأبكم فصيحا، إذ قد انفجر ماء في البرية ونهر في الأرض الضامئة، فتنقلب المغارة غياضا ويكون في الأرض العطشة ينبوع ماء، هناك يكون سرور للطيور ويكون هناك طريق نقي، فيقال له الطريق المقدس لا يعبر فيه نجس، ولا يكون هناك طريق لنجس، أما المشتتون فيسكنون فيه ولا يضلون، ولا يكون هناك أسد ولا يصعد إليه شيء من الوحوش الشريرة، ولا يوجد هناك، بل يسير فيه المخلصون والملتئمون لأجل الرب، ويرجعون ويأتون إلى صهيون بسرور وابتهاج، ويكون على رؤوسهم سرور أبدي، فإن على رؤوسهم التسبيح والابتهاج، ويتبعهم السرور، وينهزم عنهم الأسف والحزن والتنهد. قراءة ثانية: أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: أيها العطاش هلموا إلى الماء، والذين لا فضة لهم هلموا ابتاعوا، وكلوا واشربوا بغير فضة ولا ثمن خمرا ودسما. لماذا تكرمون الفضة فيما ليس للخبز؟ أفليس تعبكم لشعبكم؟ اسمعوا لي فتأكلوا الطيبات وتتنعم نفوسكم في الخيرات. اصغوا بآذانكم واتبعوا طرقي، استمعوني فتحيا نفوسكم في الخيرات، فإني أعاهدكم عهدا أبديا على مبرات داود الأمينة. هأنذا جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا وآمرا في الشعوب. هأن الأمم التي لم تكن تعرفك تدعوك، والشعوب التي لم تكن تعلم بك تلجأ إليك لأجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، فإنه مجدك
التمسوا الرب وعند وجدانكم إياه ادعوه، وحين يقترب منكم فليترك المنافق طرقه والرجل الأثيم أفكاره. توبوا إلى الرب فترحموا، واصرخوا إليه فإنه يكثر العفو عن خطاياكم، لأن أفكاري ليست مثل أفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي، يقول الرب. بل كما تبعد السماء عن الأرض كذلك تبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر أو الثلج من السماء ولا يرجع حتى يروي الأرض فتنشئ وتنبت وتعطي الزارع زرعا وخبزا للأكل، كذلك تكون كلمتي التي متى خرجت من فمي لا ترجع إلي فارغة، حتى يتم كل ما شئت وأمهد طرقي ووصاياي. فإنكم بسرور تخرجون وبفرح تعلمون، لأن الجبال والتلال تندفع لاستقبالكم بفرح، وجميع أشجار الحقل تصفق في أغصانها، وعوض العليق ينبت السرو، وعوض القراص ينبت الآس، ويكون ذلك للرب اسما وآية أبدية لن تنقرض. قراءة من نبوءة أشعياء النبي. حكمة فلنصغي. هذا ما يقوله الرب: استقوا ماء من ينابيع الخلاص بابتهاج، ويقول في ذلك اليوم: سبحوا الرب، ادعوا باسمه، أخبروا في الأمم بأعماله المجيدة، اذكروا أن اسمه قد تعالى، سبحوا اسم الرب فإنه قد صنع عظائم، أخبروا بذلك في الأرض كلها، ابتهجوا وافرحوا يا ساكني صهيون، فإن قدوس إسرائيل قد تعالى في وسطها. الرب نوري ومخلصي ممن أخاف فلنصغي. الرب عاضد حياتي فممن أزع. حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. حكمة فلنصغي. يا إخوة، لا أريد أن تجهلوا أن أباءنا كلهم كانوا تحت السحابة، وكلهم جازوا في البحر، وكلهم اصطبغوا لموسى في السحاب وفي البحر، وكلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا، وكلهم شربوا شرابا روحيا واحدا، فإنهم كانوا يشربون من صخرة روحية كانت تتبعه. والصخرة كانت المسيح. سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. هللويا هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير. مجد لك يا
فلنصغي. في تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن، وللوقت إذ صعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة قد نزل عليه، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب الذي به سررت. المجد لك يا رب المجد لك. اكتوكتا ماركون Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Κύριε, δόξα Σύ, Κύριε, δόξα Σύ. Φελινοσδε. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη, και ευθέως ανεβαίνων από του ύδατος είδες σκεζουμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτών, και φωνή εγένετο εκ του ουρανού: Συ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. خلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. هذا الدير المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. هذا المكان وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وغصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمحزونين والأسرى
وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل أن يتقدس هذا الماء بقوتي وفعلي وحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن تنغرس في هذه المياه فعالية التنقية التي للثالوث الفائق الجوهر إلى الرب نطلب. من أجل أن تمنح لها نعمة الفداء وبركة الأردن إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن نستنير بنور المعرفة وحسن العبادة بحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. من أجل أن يصير هذا الماء موهبة للتقديس وغفرانا للخطايا لشفاء النفس والجسد ولكل منفعة إلى الرب نطلب. من أجل أن يكون هذا الماء مفيضا للحياة الأبدية إلى الرب نطلب. من أجل ظهوره دافعا لكل مكائد الأعداء المنظورين وغير المنظورين إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل الذين يستقون ويتناولون منه لتقديس المنازل إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. من أجل أن يكون لجميع الذين يستقون ويتناولون منه بإيمان تنقية للنفوس والأجساد إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن نكون مستحقين أن نمتلئ تقديسا إذا تناولنا من هذا المياه بظهور الروح القدس بحال غير منظور إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن يستجيب الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطا ويرحمنا إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أنديلافوسوس إليسون كديافيلاكسون إيماس أوثيوس تسيخارتي. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا مسيحا لله. يا رب.
уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Του Κυρίου δαϊθώμε. أيها الثالوث الفائق الجوهر الفائق الصلاح اللاهوت الكلي الاقتدار الرقيب على الكل غير المنظور غير المدرك يا مبدع الجواهر العقلية والطبائع الناطقة الصلاح المحض النور الذي لا يدنى منه المنير كل إنسان آت إلى العالم أضئ أيضاً أنا عبدك غير المستحق أضئني أيضاً أنا عبدك غير المستحق أنر عيني عقلي لكي أجسر أن أسبح إحساناتك الذي لا يحصى وقدرتك التي لا تحد ليكن ابتهالي عن هذا الشعب الواقف حسن القبول حتى إن خطاياي لا تحول دون حلول روحك القدوس هاهنا ولكن اسمح لي أيها الفائق الصلاح أن أهتف إليك الآن بغير دينونة وأقول نمجدك أيها السيد المحب البشر الضابط الكل والملك الذي قبل الأزل نمجدك أيها الخالق والمبدع الكل نمجدك يا أبا وحيدا لله يا من هو بغير أب من جهة أمه وبغير أم من جهة أبيه فإننا في العيد الماضي قد رأيناك طفلا وأما في العيد الحاضر فنشاهدك كاملا يا إلهنا الكامل الظاهر من الكامل فاليوم قد بلغنا أوان العيد ومصاف القديسين يجتمعوا إلينا والملائكة يعيدون مع البشر اليوم نعمة الروح القدس حلت على المياه بهيئة حمامة اليوم أشرقت الشمس التي لا تغرب والعالم يستنير بنور الرب اليوم القمر يتلألأ مع العالم بالأشعة الساطعة اليوم الكواكب المضيئة تزين المسكونة ببهاء إشراقها اليوم السحب من السماء تندي البشر بغيث العدل اليوم غير المخلوق يقبل بإرادته وضع اليد من جبلته اليوم النبي والسابق يتقدم إلى السيد لكنه يقف برعدة عند مشاهدته تنازل الإله إلينا اليوم مياه الأردن تتحول إلى أشفية بحضور الرب اليوم ترتوي الخليقة بأسرها بالمجال السرية اليوم تمحى زلات البشر بمياه الأردن اليوم فتح الفردوس للبشر وأشرقت لنا شمس العدل اليوم الماء المر على عهد موسى يتحول للشعب إلى عذوبة بحضور الرب اليوم أعتقنا من النوح القديم وكمثل إسرائيل جديد خلصنا اليوم نجونا من الظلمة وبنور معرفة الإله استنرنا اليوم قتام العالم يتلاشى بظهور إلهنا اليوم الخليقة بأسرها تستضيء من العلا اليوم الضلالة قد بطلت وورود الرب قد صنع لنا منهجا للخلاص اليوم العلويون يعيدون مع السفليين والسفليون يناجون العلويين
اليوم محفل المستقيم الرأي الشريف والعظيم الصوت يبتهج. اليوم السيد يوافي إلى المعمودية لكي يسعد البشر إلى العلاء. اليوم العادم أن يكون منحنياً ينحني لعبده لكي يعتقنا من العبودية. اليوم قد ابتعنا ملكوت السماوات، فإن ملكوت الرب لا يكون له انتهاء. اليوم الأرض والبحر قد اقتسما فرح العالم، والعالم قد امتلأ سروراً. أبصرتك المياه يا الله، أبصرتك المياه ففزعت. الأردن رجع إلى الوراء لما عاين نار اللاهوت منحدراً وحالاً عليه بالجسد. الأردن رجع إلى الوراء عند مشاهدته الروح القدس بهيئة حمامة منحدراً ومرفرفاً عليك. الأردن رجع إلى الوراء عندما رأى غير المنظور منظوراً والخالق متجسداً والسيد بصورة عبد. الأردن رجع إلى الوراء والجبال تهللت لمشاهدتها إلهاً في الجسد، والسحب أعطت صوتاً متعجباً من الآتي، وهو نور من نور وإله حق من إله حق، مغرقاً في الأردن موت المعصية وشوكة الضلالة وعقال الجحيم، ومانح للعالم معمودية الخلاص. فكذلك أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، إذ أذيع عظائم عجائبك يشملني الخوف، فأهتف إليك بخشوع قائلاً: عظيم أنت يا رب، وعجيبة أعمالك، وليس من قول يفي بتسبيح عجائبك. المجد لك يا إلهنا المجد لك. عظيم أنت يا رب، وعجيبة أعمالك، وليس من كلام يفي بتسبيح عجائبك. المجد لك يا إلهنا المجد لك. عظيم أنت يا رب، وعجيبة أعمالك، وليس من قول يفي بتسبيح عجائبك. المجد لك يا إلهنا المجد لك. لأنك بمشيئتك أبرزت جميع الأشياء من العدم إلى الوجود، وبعزتك تضبط الخليقة، وبعنايتك تسوس العالم. أنت الذي نظمت الخليقة من أربعة عناصر وكللت دور السنة بأربعة فصول. منك ترتعد جميع القوات العقلية، إياك تسبح الشمس وإياك يمجد القمر. لك تخضع النجوم، إياك يطيع النور. منك ترتعد اللجج، لك تتعبد الينابيع. أنت بسطت السماء كالخيمة، أنت ثبتت الأرض على المياه، أنت أحطت البحر بالرمل، أنت سكبت الهواء للتنفس. إياك تخدم القوات الملائكية، لك تجد صفات رؤساء الملائكة. الشروبيم الكثيرو العيون والسرافيم ذو الستة الأجنحة، إذ هم منتصبون لديك وطائرون حوليك، يحتجبون خوفا من مجدك الذي لا يدنى منه، لأنك وأنت إله غير محصور ولا ابتداء له وغير موصوف. أتيت إلى الأرض آخذا صورة عبد وصائرا بشبه الناس، لأنك أيها السيد لم تحتمل لأجل عواطف رحمتك أن تعاين جنس البشر مقهورا من الشيطان، لكنك أتيت وخلصتنا. فنعترف بالنعمة ونكرز بالرحمة ولا نخفي الإحسان.
أولاد طبيعتنا أنت حررتهم، الحشا البتولي بمولدك قدسته، فكل الخليقة قد سبحتك في ظهورك، لأنك أنت إلهنا على الأرض ظهرت وبين الناس ترددت. مجاري الأردن أنت قدستها إذ أرسلت من السماء روحك الكلي قدسه وسحقت رؤوس التنانين المعششة فيها. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. ومنحه نعمة الفداء وبركة الأردن، اجعله ينبوعا لعدم الفساد، موهبة للتقديس وفداء للخطايا وشفاء للأمراض ومبيدا للشياطين، غير مقترب إليه من القوات المضادة ومملوءا قوة ملائكية، حتى إن جميع الذين يستقون ويتناولون منه يكون لهم للتنقية النفوس والأجساد، لشفاء الألام، لتقديس المنازل، ولكل منفعة ملائما. لأنك أنت إلهنا الذي بالماء والروح جددت طبيعتنا المتعتقة من قبل الخطيئة، أنت إلهنا الذي أغرقت الخطيئة بالماء على عهد نوح، أنت إلهنا الذي في البحر أعتقت جنس العبرانيين من عبودية فرعون على يد موسى، أنت إلهنا الذي شققت الصخرة في البرية فانفجرت المياه وفاضت الأودية فأرويت شعبك العطشان، أنت إلهنا الذي بالماء والنار أنقذت إسرائيل من ضلالة البعل على يد إيليا. أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. أفتوس كنين ذسبوتا Αγίο σον το είδωρ τούτο, το πνεύμα τη σου το Αγίο. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. وامنح جميع الذين يلمسونه والذين يدهنون به ويتناولون منه التقديس والبركة والتنقية والصحة. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. آمين. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. آمين. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. آمين. واحفظهم تحت سترك بسلام، أخضع تحت أقدامهم كل عدو ومحارب، وامنحهم كل ما يطلبونه للخلاص، وهبهم الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس وكل الكهنة والخدام في المسيح وجميع الطغمة الكهنوتية والشعب الواقف حولنا وإخوتنا الذين تغيبوا عنا لأعذار مقبولة، وارحمهم وإيانا بحسب عظيم رحمتك، لكي يمجد اسمك الكلي قدسه مع الآب والروح القدس بالعناصر والملائكة والبشر والبرايا المنظورة وغير المنظورة الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. لروحك. لنحني رؤوسنا للرب. أمل يا رب أذنك واستجب لنا. يا من قدست المياه لما قبلت أن تعتمد في الأردن،
لما قبلت أن تعمد في الأردن، وباركنا جميعا نحن الذين بإحناء أعناقنا نقيم دليلا على عبوديتنا، وأهلنا لأن نمتلئ من تقديسك بتناولنا من هذا الماء ورشه علينا، وليكن لنا يا رب لصحة النفس والجسد، لأنك أنت تقديس نفوسنا وأجسادنا، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهي. باعتمادك يا رب في نهر الأردن طهرت السجدة للثالوث، لأن صوت الأب تقدم يانيك ابنا حماما يؤيد حقيقة الكلمة. فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله يرضاني فابتيزو منوس كيريم إتيستريادو سي فانيروثي بروسكينيسيس تو غاريني توروسي فوني برو سي مارتيريسي αγαπητόν σε Υιόν ονομαζούσαν και το πνεύμα εν είδη περιστέρας εδεδεού του λόγου το ασφαλές. Ο Επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξας. Βάτημα απ' την αχελήλ Oh,
ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب لأجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسية، وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا كريستوفوروس وكل إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. وأيضا نطلب من أجل جلالة ملكنا عبد الله الثاني المعظم وولي عهدي الأمين وجيشنا العربي الباسل وقوات الأمن الساهرة على أمن واستقرار الوطن وحكومة بلادنا، ضارعين إلى الرب الإله من أجل صحتهم وتأييدهم، مستمطرا عليهم نعمة الإلهية لخدمة الوطن ورفعة شانه. وأيضا نطلب من أجل الرحمة لنفوس شهداء الوطن الذين استشهدوا على ثرى والذين عملوا وساهموا في بناء مؤسسات الدولة وجيش الوطن. وأيضا نطلب من أجل الصحة والسلامة والعافية والتوفيق لجميع أبناء الوطن، ومن أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين وعون المحتاجين وجميع الذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم. وأيضا نطلب من أجل حفظ هذا الدير المقدس وهذا الوطن وكل المدن والقرى من السخط والجوع والبواء والزلازل والغرق والحريق والسيل ومن غارات القبائل الغريبة والخروب الأهلية والموت الفجائي، من أجل أن يكون لنا إلهنا الصالح المحب البشر شفوخا رؤوفا متعطفا ليصرف ويبعد عنا كل سخط ومرض يثور علينا وينقذنا من وعيد العادل ويرحمنا. وأيضا نطلب من أجل أن يستمع الرب الإله صوت تذرعنا نحن الخطا ويرحمنا. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا، كن يا سيد شفوقا عطوفا غافرا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب. إلى الإصال. أيها الرب إلهنا، يا من قدست بلدنا الأردن بمعموديتك على يد نبيك المجيد يوحنا المعمدان وأظهرت مجدك للناس علانية، يا من باركت بلادنا هذه بحضورك فيها، يا من جعلت لكل وطن ملاكا يحفظه، يا من باركته بقدسيتك وبقديسيك الأبرار والشهداء والنساك، وحفظته بعنايتك الإلهية آمنا مستقرا. نشكرك
ونسبحك ونباركك لأنك أوصلتنا إلى هذا اليوم المبارك وهذه السنة لنحتفل بمرور 100 عام على تأسيس دولتنا الأردنية الهاشمية وعلى كل ما وهبتنا إياه من نعم وبركات. منك نطلب وإياك نسأل يا إلهنا أن تحوي وتحفظ وتبارك جلالة ملكنا عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وجميع القائمين على أمن الدولة وازدهارها، مؤازراً إياهم في كل ما هو خير الوطن والشعب. وكما نطلب منك أيها الإله الرحيم أن ترحم وتريح نفوس الذين من أجل الإيمان والوطن ناضلوا بمجد فاستشهدوا من أجدادنا وأبائنا وإخوتنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، ولا تتخلى عنا بسبب جهلنا وعصياننا وبعدنا عنك، لأنك أنت ملك السلام ومخلص نفوسنا ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أبنائي، اليوم بركة كبيرة إن نحن موجودين بهذا المكان المقدس. صدقوني أبنائي، نحن بأقدس مكان على الأرض، هذا المكان اللي يوحنا المعمدان كان يبشر فيه بالتوبة حتى العالم يتوب. هون بين هاي الشجر على نهر الأردن كان يوحنا يعمد، وهون أجا السيد الرب والمخلص يسوع المسيح. هون كان يوحنا مع تلاميذه وحكى لهم هذا هو حمل الله الرافع خطايا العالم. هون يوحنا اعترف وشهد للمسيح، وهون المسيح اتعمد على يدي يوحنا المعمدان. الخالق بنحني أمام المخلوق حتى يعلمنا التواضع ويعلمنا المحبة، كيف نقدر نحب بعضنا البعض، وكيف نقدر إنه نعيش بروح التواضع والمحبة. بلادنا مقدسة، البشارة من هون من الأردن من هذا النهر المجيد المبارك. أبنائي، انتشرت البشارة المسيحية لكل العالم، كل عيون العالم المسيحي لا بل العالم بأكمله، حتى العالم السماوي بهاي اللحظات هي منحنية هون للأردن، لأنه الإله ظهر بالجسد وفي عنا ظهور إلهي الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد المثلث الأقانيم. قديش بركة لإلنا كبيرة إنه نحن أبناء هاي البلاد المقدسة، قديش بركة كبيرة إلنا إنه نحن اليوم موجودين في هذا المكان المقدس، قديش بركة كبيرة إلنا ومسؤولية على عاتقنا إنه نقدر نعيش بهاي المحبة إيماننا بكل روحانيته حتى ينعكس على حضورنا وعلى وجودنا المسيحي اللي الحي دائم كان في بلادنا، اللي هو كان ثمرة حتى يقدر إنه يكون في عنا عيش مشترك إسلامي ومسيحي مع بعضنا البعض، ونقدر كأبناء للوطن إنه نبني بلدنا وندخل في هاي السنة في المئوية الثانية من الدولة. بركة كبيرة أبنائي، وهذا كله صدقوني لوم العناية الإلهية، ما قدرنا إن نكون بهاي النعم العديدة. نعم منمر في مصاعب، نعم منمر في ضيقات، في نعم منمر في أوبئة، نعم منمر في ظروف عديدة اقتصادية وسياسية وإلى آخره، ولكن
في عنا نعم كبيرة مننعم فيها ببلدنا الأردن، في عنا قيادة هاشمية، في عنا بلد آمن ومستقر، في عنا أخوة محبة مع بعضنا البعض، شعب واحد، في عنا كتير نعم وعطايا اللي نحن منتمتع فيها في هذا البلد. واليوم منرفع شكر لربنا، عشان هيك مع صلاة تقديس المي اليوم تذكرنا كل الآباء والأجداد اللي استشهدوا من أجل الوطن والإيمان طيلة المئة سنة الماضية، لا بل طيلة مئات السنين من الوجود المسيحي في هاي البلاد المقدسة. اليوم ذكرناهم ومن خلالهم منعترف بالجميل اللي ضحوا من أجله، من أجل الوطن، حتى نحن نكون بأمن وباستقرار. اليوم رفعنا صلاي من أجل جلالة ملكنا، من أجل العائلة الهاشمية المباركة، من أجل الأسرة الأردنية الواحدة، ومن أجل كل العالم أبنائي. هاي هي محبتنا وهاي هي رسالتنا لكل العالم، إنه في صلاي مرفوعة اليوم، لا بل كل يوم من الأردن من أجل كل العالم. أبناءنا في الغربة وبلاد الانتشار اليوم منتذكرهم، هم بعاد عنا ولكنهم بالروح هم معنا هون. كل المرضى، كل الموجودين في المستشفيات، كل المحتاجين واللي طلبوا منا الصلاة من أجلهم لأي سبب كان من الأسباب، اليوم صلاة مرفوعة على ربنا. ليش؟ ونحن في هذا المكان المقدس، في هاي البقعة المقدسة من العالم، نرفع شكر لربنا حتى يديم علينا كل هاي النعم ويبارك الجميع أبنائي، يبارك كل واحد فيكم من الحاضرين، من اللي تمكنوا من الحضور ومن اللي ما تمكنوا، وكلنا ملتفين حول بطريركيتنا المجيدة، بطريركيتنا المقدسية، وجلالة سيدنا الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين اللي ربنا يحميه ويحفظه. كمان في هاي اللحظات علي أنه كمان أقدم شكر لسمو الأمير غازي على كل محبته وعلى كل ما بيقوم فيه من أجل هذا الموقع، حتى يبقى بهاي القدسية وحتى نحافظ على هويته، على هويته الروحية وعلى هويته ككنز لكل البشرية. فكل الشكر والتقدير لسمو الأمير غازي، لوزارة السياحة والآثار، للهيئة موقع اللجنة الملكية للموقع المغطس، لكل العاملين، لرئيس الهيئة هون كمان عندنا في الموقع، لكل الشخصيات وكل أبناء الوطن اللي نحن منقدر كل واحد فيهم على الدور المهم اللي بيقوموا فيه حتى يبقى هذا المكان المقدس بهذا الطابع الروحي والحضاري، حتى يكون شاهد للعالم بأكمله. ربنا أبنائي يبارك قوات الأمن العام، جيشنا العربي، كل أجهزتنا الأمنية اللي هي صاهرة ليل نهار على تحمي حدود البلاد وتحمي الأمن والاستقرار في بلدنا. ربنا يباركهم كلهم، وربنا يبارك كل إنسان حريص على مواطنته حتى يبقى مواطن صحيح في داخل الوطن. ربنا يبارك أبنائي كل شخص منكم اليوم الموجودين، وكمان بوجه كل الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام اللي إلها دور مهم إنها تنقل كل هاي الأحداث الروحية ورسالة الكنيسة ورسالة بطريركيتنا المقدسية ورسالة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة، اللي بيقود حملة كبيرة من أجل تثبيت الوجود المسيحي والمحافظة على الهوية العربية لبلادنا المقدسة، ووجودنا في بلادنا المقدسة وبالأخص بالقدس الحبيبة تحت الرعاية والوصاية الهاشمية اللي نحن دائما منأكد عليها، الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.
ربنا يبارك أبنائنا الشبيبة، مدارس الأحد، الكشافة، وكل اللي تعبوا حتى ينجح اليوم احتفالنا. ربنا يبارك الجميع، كل عام وانتوا بخير، نعمة وبركة أبنائي. أمين. أبنائي صباح الخير وكل عام وانتوا سالمين. أبنائي راح يكون في ماء مقدس للكل، فبدناش تدافع، الآباء راح يوزعوه للكل. أبنائي كل واحد بيطلع له وحدة من الآباء. بتأمل هلا سيدنا راح ننزل على النهر بموكب، وحضراتكم بعدين بعد ما يطلع سيدنا من تحت، حضراتكم بدون تدافع، خلينا منظمين زي دائما وزي ما احنا اليوم منظمين. بشكر محبتكم. بعد ما نطلع من تحت الموكب الرسمي بإمكانكم شوي شوي حضراتكم تنزلوا حتى تتباركوا من نهر الأردن. بتأمل من الجميع لو سمحتوا تفتحونا طريق من الوسط بعد إذنكم، كشافة، جراس. نفتح طريق لو سمحتوا، شمعت شوي شوي. كشاف كشاف امشي. كشاف باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة للخلود، لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً. Oh.
νερό θη προσκυνήσεις του γαριανή το ρόση φωνή προσε μαρτυρήσει αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας εβεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξασιν. تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً وروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجد ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم أيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين أيضا نطلب من أجل أبينا وبطرياركنا ثيوفيلوس وإخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح نطلب من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس نطلب من أجل الصحة والسلام والعافية والافتقاد والتوفيق لجلالة ملكنا عبد الله الثاني المعظم ولولي عهده ولجميع الصاهرين على أمن واستقرار الوطن مع جميع الذين يحتفلون بهذا العيد المقدس من أجل صحتهم وسلامتهم وغفران خطاياهم كيريا ليسون
أنك إله رحيم محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Πολυχρόνιον πίσε Κύριος ο Θεός των μακαριότατων θειότατων και Παναγιώτατων Πατέρα ημών και Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κύριον, Κύριον Θεόφιλον των Τρίτων, Κύριε φύλατε αυτόν εις πολλά έτη, εις πολλά έτη, εις πολλά صلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. كل سنة وانتم سالمين، كل سنة وانتم سالمين، كل سنة وانتم سالمين. ربنا يحميكم ويبارككم. يباركك يا رب. كل سنة وانتم سالمين.